السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله حبيبي، تفضل. أبي أتكلم مع الشيخ رامي عيسى. أنت الآن مع رامي في البث المباشر، سني أم شيعي؟ أنا عبد الرحمن من إيران. حياك الله يا عبد الرحمن، أنت سني أم شيعي يا عبد الرحمن؟ لا والله لله الحمد، أنا سني من أهل السنة والجماعة. حياك الله يا عبد الرحمن، بارك الله فيك حبيبي، تفضل يا حبيبي. الله الله. قبل أتكلم راح أقول يعني هالكلام يعني ممكن يحد يصدر الأمنية والاستخبارات. عندك في إيران؟ أي خلي مداخلة بيني وبينك أفضل في الخاص يا عبد الرحمن، كما يتواصل معي إخوة كثيرين من إيران، الله يحفظك يا رب. خلي مداخلة بيني وبينك. إن شاء الله إن شكرا شاء الله لك يا عبد الرحمن، الله إن شاء الله. يفرج عنك شكرا وعن أهل شكرا. السنة. حياك، اللهم فرج عن أهل السنة في إيران يا رب، اللهم فرج عن أهل السنة في إيران، ومكن لإخواننا أهل السنة في إيران يا رب العالمين. شكرا لك يا عبد الرحمن. آمين آمين يا رب. آمين آمين. جزاك الله خير. حياك حياكم الله. حبيبي. أيها الحبيب، عشان تدعمنا والقناة ما تقفش، سوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب، ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد.